خالد يا اخي بسألك، كم قيمة المبنى اللي عندنا في حي مروج؟ تلقاه مسجل في مصاريف سنة 2015 او 16. تصدق اساس الاستحقاق المحاسبي يقول لك المبنى يعتبر اصل ولا يسجل مصروف اصلا، وغير كذا نبدا نخفض قيمته كل سنة بمصروف يسمونه الاستهلاك. ايش تقول انت؟ وش الاستحقاق المحاسبي؟ ما ادري، ما انت اللي تكلمت. وش موضوع الاستحقاق؟ الموضوع أن مملكتنا اليوم تشتغل على أكبر مسيرة تحول لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، معتمدة علينا كمواطنين في بناء مستقبل وطننا. ومن محور وطن طموح حكومة فاعلة، انطلق مشروع تحول الجهات الحكومية من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة وفق أساس الاستحقاق المحاسبي. شفتوا أصول وعقارات المملكة هذه العظيمة اللي قيمتها بالمليارات؟ تخيلوا أن لم يتم حصرها طول هالسنين ولا عندنا سجلات لها عشان نستغلها بالطريقة الصحيحة. لكن مع التحول وحصر وتقييم هالأصول راح يصير عندنا تخطيط منظم واستغلال الموارد أكثر من أول. وكثير من الجهات الحكومية اليوم اقطعت شوط كبير في هالموضوع. يعني اليوم كل فخر عندنا عدد الأصول المعرفة يزيد عن 800,000 أصل عقاري قيمتها بتريليونات الريالات، وبرضو عندنا 1,074,000 أصل ثابت معرف. عندنا أكثر من 180 قائمة رصيد مالي افتتاحي وفق أساس الاستحقاق، و170 قائمة مالية انتقالية. تخيل الكثير من دول العالم متفق على لغة مالية ومحاسبية واحدة ويتواصلون مع بعض من خلالها. ومع التحول قررنا يكون عندنا نظام مالي متكامل، كل المعايير والسياسات المحاسبية فيه موحدة، والتقارير المالية اطلعت بناء على هيكل حسابات موحد استخدمته كل الجهات الحكومية، وصرنا نتكلم معهم بنفس اللغة ونشارك في مراجعتها وتعديلها. وبكذا تم تبني أكثر من 40 معيار محاسبي للقطاع العام، وإصدار أكثر من 39 سياسة محاسبية. والمملكة اليوم عندها أول عضوية على مستوى الشرق الأوسط في مجلس معايير المحاسبة للقطاع العام، أبسيس سبورت. وفي الختام بنصدر أول مركز مالي على مستوى المملكة العربية السعودية، يعني بيكون عندنا المركز المالي للجهات بشكل مستقل والمركز المالي للدولة بشكل مجمع، وهذا يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة ويساعد على تحسين قدرات المملكة في القطاع العام. وبيصير أسهل إذا تبي تعرف تكلفة خدمة مريض أو تبي تعرف تكلفة أي عقد صيانة، تشغيل ونظافة، وتقارن على مستوى الجهات والمناطق داخل المملكة. ويدعم التصنيف الائتماني للمملكة بصورة أدق وأوضح بناء على بيانات معدة وفقا لمعايير محاسبية متوافقة مع المعايير الدولية.